ازيكم يا سنة تالتة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هناخد مسائل كلامية عن الوقت. هنعرف يعني ايه مسائل كلامية، يعني هي المسائل اللفظية، هنشوف هنحلها ازاي. اول حاجة بس نفتكر كده لما كنت باجي اقرا الساعة الرقمية، لما كان بيقولي مثلا عندي الساعة مثلا 4، لما كان بيقولي مثلا انا عندي الساعة 34 دقيقة، اللي هي 4:30، كنت انا عارفة ان التلاتين او الناحية دي انا بكتب فيها الدقايق، والناحية دي انا بكتب فيها الساعات. طيب انا عايزة اعرفكو حاجة بس الزيادة، لو كان بيقولي مثلا كده ينفع اكتب كده؟ لا. ليه؟ لان انا عارفة ان الساعة بتساوي 60 دقيقة، فكل 60 دقيقة بتتكون هاخدها وازود بيها الساعات 1، يعني الساعة كده هتبقى كام؟ هنا 60 دقيقة هشيلها خالص، فمش هيبقى فيها حاجة، فكده مفيش حاجة في الدقايق. 60 دقيقة ساعات ايه؟ هتزودها 1، يبقى الساعة كام؟ الساعة 6. يبقى ما ينفعش اكتب 65 دقيقة دي، لا، لان انا عارفة ان 60 دقيقة دي اللي هي ساعة، ف60 هتتنقل تروح عند الساعات بواحد، خلاص، فتبقى الخمسة دي تبقى 6، وانا كده خدت 60، فمش هيبقى لي حاجة في الدقايق، فهتبقى فيها اصفار. طيب تعالوا نبص كده بقى، فيلم كانت الساعة 33 دقيقة، خلاص، يبقى هو هنا البداية بتاعته، الوقت البداية اللي هو ابتدى فيه كانت الساعة 33 دقيقة، فإذا استمر الفيلم لمدة ساعتين، قعد ساعتين 2 يشوف الفيلم، طيب هينتهي امتى؟ النهاية بتاعته هتبقى الساعة كام؟ طيب هو قعد ايه؟ 2:30. انا عايزة اكتب 2:30 دي بالساعة الرقمية. 2 يعني 2 في الساعات، والنص نص الساعة احنا عارفين اللي هي 30 دقيقة، تمام كده؟ طيب يبقى انا كده هو ابتدى الفيلم الساعة 3:30، واستمر الساعة 2 ساعتين ونص، انا عايزة اشوف نهايته بقى، خلص كده الساعة كام؟ هجمع، خلاص هجمع 0 و0 0، 3 و3 6، 3 و2 5. طيب انا كده ينفع اشتغل كده؟ لا، زي ما انا كنت لسه بقول لكم ما ينفعش اقول 65 دقيقة، انا قلت 60 دقيقة بكام؟ بواحد، يبقى هشيلها، مش هيتفضل لي حاجة كده في الدقايق، 60 هتروح عند الساعات بواحد، الخمسة دي هتبقى كام؟ 6. يبقى هو كده خلص مشاهدة الفيلم الساعة 6، كانت هي النهاية. طيب بعدها بيقول لي بدأ اختبار مادة الرياضيات الساعة 8:15، يبقى انا كده عندي البداية كانت الساعة 8:15، اللي هي 8:15 دقيقة، واستمر لمدة 45 دقيقة، المرة دي هو هنا مديني دقايق بس ما ادانيش ساعات، هو بيقول لي عايز النهاية هتبقى امتى، خلاص النهاية هتبقى امتى، هجمع طالما هو عايز النهاية الاخر، يعني بجمع 5 و5 10، صفر معايا الواحد، 1 1 2 2 و4 6، تمام، 2 و4 6، يبقى انا كده فضل لي في الدقايق او طلع لي في الدقايق 60، وعندي هنا 8 ومعهاش حاجة في الساعات تتجمع عليها، فتنزل زي ما هي 8، قلنا ما ينفعش دي تتكتب كده، 60 بتجمع دقيقة تزود بيها الساعات، يبقى أنا كده 60 هاخدها، يبقى هنا مفيش حاجة في الدقايق، 60 هتروح الناحية التانية بساعة، فهتبقى 1 و8 كام؟ 9. يبقى نهاية الاختبار كانت الساعة 9، هو هنا رسم لي الساعة 8:15، الساعة 9 يعني العقرب الصغير على 9، العقرب الكبير على 12. تعالوا نبص على المسألة اللي بعدها، بيقول لي وضعت الأم الكعكة في الفرن الساعة 11، وكان زمن خبز الكعكة 30 دقيقة، متى تخرج الأم الكعكة؟ زمن البداية، أنا عندي هنا عايزة أجيب بقى زمن البداية، زمن البداية هنا كام؟ كانت الساعة 11، هي دخلتها بدايتها كانت الساعة 11، وكان زمن خبز الكعكة 30 دقيقة، يبقى انا هحط هنا 30 في الدقايق، ده الوقت اللي هو عدى هيعدي عليها يعني، وهنا طبعا مفيش ساعات، وعايز هنا وقت النهاية،
قلت انا طالما عايز وقت النهاية يعني انا هجمع صفر وصفر هو الصفر، صفر وتلاتة تلاتة، وعندي هنا الحداشر ما معهاش حاجة تتجمع عليها في الساعات، تتفضل حداشر زي ما هي، يبقى هي هتخرج الكعكة الساعة حداشر وتلاتين دقيقة يعني حداشر ونص. تعالوا نرسم العقارب، أنا عندي هنا وضعت الأم الكعكة في الفرن الساعة حداشر، يبقى وقت دخول الكعكة كانت الساعة حداشر، يبقى العقرب الصغير على الحداشر، العقرب الكبير على الاتناشر، وهنا متى تخرج الأم الكعكة اللي هي وقت خروج الكعكة كانت الساعة حداشر ونص، يعني هرسم العقرب الصغير على الحداشر، العقرب الكبير على ستة. بعد كده بتقولي بدأت سحر في رسم صورة الساعة واحدة واربعين دقيقة، واحدة واربعين دقيقة اتنين الا تلت، انتهت منها بعد مرور عشرين دقيقة، يبقى وقت البداية ابتدت انت، ابتدت الساعة واحدة واربعين دقيقة. طيب عدى عليها قد ايه؟ عدى عليها عشرين دقيقة، مفيش هنا ساعات. خلاص انا عايز احسب وقت النهاية، قلت طالما عايز احسب وقت النهاية يعني هعمل ايه؟ يعني هجمع البداية مع الوقت اللي عدى، هجمع صفر وصفر هو الصفر، اتنين واربعة ستة، والواحد ما معهوش حاجة في الساعات ينزل زي ما هو واحد وستين دقيقة، قلنا ما ينفعش ستين دقيقة، دي بتعمل ايه؟ بتروح عند الساعات تزودها واحد، يبقى انا عندي هنا صفرين تمام، والواحد ده هيبقى ايه؟ هيبقى اتنين، يبقى كده هي انتهت من رسم اللوحة الساعة اتنين. هنا عندي واحد واربعين دقيقة، احنا قلنا الساعة اتنين الا تلت، خلاص يبقى هنا واحد هتبقى ما بين الواحد والاتنين، وهتبقى عند التمانية العقرب الكبير. بعد كده وقت النهاية كانت الساعة اتنين، يعني العقرب الصغير على الاتنين، العقرب الكبير على الاتناشر. شكرا يا سنة تالتة.